السلام عليكم. عملية قلع ونقل الشجرة من مكانها بطريقة علمية. أول خطوة نقوم بعملية لف أغصان الشجرة بحبل تمهيدا لعملية حفر الحفرة ونقلها إلى مكان آخر. حسب قطر ساق الشجرة نحدد قطر الدائرة التي سنحفرها حول الساق، وبشكل عملي نصف قطر الدائرة حوالي 30 سنتي متر. نحدد الدائرة بخط نرسمه حول الشجرة. ثم نقوم بالمعول بالحفر حول الدائرة المحددة بحيث نحافظ عليها. وقت قلع ونقل الشجرة هو في موسم الشتاء، ونختار وقت في موسم الشتاء بحيث تكون الأرض غير مبللة كثيرا بالماء ويسمح لنا بعملية الحفر. بالنهاية سنحصل على كرة فيها جذور وتراب بدون أن نفصلهما، نحافظ عليهما، وهي أهم نقطة في عملية نقل وقلع الشجرة أن نحافظ على هذه الكرة. نقص الجذور المتهتكة نقوم بوضع قطع من الخيش الناعم لكي نلف الكرة ونثبت الخيش ببسامير في الكرة. يمكن أن نستعيد عن الخيش بقطعة من النايلون أو البلاستيك المتين. نربط قطع الخيش مع الكرة بواسطة الحبال بهذه الطريقة. المهم في العملية هي المحافظة على الكرة التي تشمل التربة والجذور، وأن لا ينفصلان عن بعضهما البعض. ثم نقطع الجذور المتصلة في الأرض. إذا نقطع الجذور في من الأسفل المتصلة في الأرض، من الممكن أن نضع تراب في الحفرة كمسند للشجرة لكي يساعدنا التراب في إخراج الشجرة من الحفرة بسهولة، ولا نحمل الشجرة من الساق، وإنما نحمل الشجرة من الكرة. إذن الحمل وعملية إخراجها بهذه الطريقة بواسطة الكرة. هذه طريقة أخرى لعملية إخراج الشجرة من الحفرة. فبعد أن نحفر الحفرة ونحصل على الكرات الجذور مع التربة، سنقوم بعملية إخراجها بهذه الطريقة بواسطة استخدام قطعة من الخيش الناعم. نقوم بعملية لف الخيش حول الشجرة. ثم نقوم بعملية قطع الجذور المتصلة بالأرض. هنا تحضير سلك حديدي ناعم. عملية نقل الكرة بهذه الطريقة وليس عن طريق ساق الشجرة. عملية الحمل دائما تكون بهذه الطريقة، ثم نلف الخيش حول الكرة، نثبت ونلف السلك الحديدي الناعم حول الكرة. هذه طريقة اختيارية، يمكن أن فقط عن طريق الخيش ننقلها إلى الحفرة التي عدناها مسبقا.
وطبعا الآن أصبحت الشجرة جاهزة لأن ننقلها ونزرعها في مكان آخر في حفرة معدة سابقا، وقد حفرناها ونحافظ على نفس عمق الشجرة، أي يعني لا نعمل حفرة جديدة بعمق أعمق من الحفرة التي كانت موجودة فيها الشجرة. الآن انتهينا من عملية تحضير الشجرة. في الدول المتقدمة يعتمدون على الآلات بعملية قلع الشجرة من مكانها وثم نقلها وزرعها في مكان آخر بشكل آلي، ويوجد لديهم آلات متعددة وبأحجام مختلفة لهذا الغرض كما تشاهدون في الفيديو، وجميع الآلات تعتمد على نفس المبدأ اللي شرحناه سابقا في الفيديو، وهو الحفاظ على كرة الجذور مع التربة ككتلة واحدة. ويوجد أيضا شركات متخصصة لهذا الغرض بعملية نقل الشجر من مكان إلى مكان آخر. سأترككم مع الفيديو لتشاهدون عملية النقل والقلع والزرع. تحياتي لكم.